ليان. الشيف سلطان. الشيف هانية. رحبوا معنا بالشيف دانيا ليان. هي دروس راهي موجدتنا اليوم. تلقتها تارتولات بالتونة. يلا نبدأو. نحطوا كمية جبن أبيض طري في صحن. نضيفوا له فتات التونة بالزيت النباتي. يلا يا دانيا. وكالعادة لازم نذوقوا. يلا نكملوا المقادير تاعنا. نحطوا كريم الطهي أو كريم فريش. وش بقى تاني؟ يلا يا دنيا خمي. أها، نحركوا الخليط. يعطيك الصحة يا شاطرة. نجيبوا قوالب تورتة فارغة، نكورو طيبناهم من قبل. نعمروهم بالخليط اللي حضرناه. نكملوا باقي القوالب. يلا يا دانيا ما بقاش بزاف. بنينا على بالنا باللي بنينا. نزيدوا حبة أخرى. وهكذا نكونوا كملنا لتورتيلات المالحين نتاعنا. ودورك واش بقى لنا؟ خمم مليح يا دانيا. اها، لقاتها الشاطره. نرشوا عليهم جبن مبشور وندخلوهم للفرن. يلا نقدموا لتارتولات تاعنا. أما بالنسبة للمقادير فكانت كالتالي. ويلا نذوقوا واحدة. بصحتك يا دانيا. هيلا. الشيف دانيا دايما تحضر لنا وصفات شهية ومفيدة. شهيتينا يا دانيا. يم 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 يم. والآن ما بقى علينا غير نقول لكم تبقوا على خير. نتلاقاو في العدد القادم بحول الله. باي باي. وكانت هذه وصفتنا لعدد اليوم من ديلي شيف.